FM. الكلمة ليك. راديو كتفن. كافي سبور. مرة أخرى نزار باش نحكيو على البي اس جي، باش نحكيو على زلاتان، باش نحكيو على ناصر الخليفي، باش نحكيو على صندوق قطر للتنمية، باش نحكيو عليهم برشا مرات أبارامون في الكافي سبور الموسم هذا. البارح بي اس جي باريس سان جيرمان ساكري شامبيون نجم نقولوا، قبل 8 جولات كاملة من نهاية البطولة الفرنسية. البارح البي اس جي نجم نقولوا برشا أرقام قياسية طيحتها، ومازالت باش تطيح أرقام قياسية أخرى. البارح الصحف الفرنسية كلها حكيت على القوة اللي ولات فيها بي اس جي بعد الاستثمار القطري. أبارامون كلها رجعت لكلام زلاتان، كنت نتذكر كنا حكينا عليه. بي اس جي هذه البطولة الرابعة على التوالي وراء بعضها، والسادسة في تاريخه كما قال زلاتان. معناتها نجم نقول البي اس جي تولد وقت اللي جاوا القطريين، قوة كبيرة للبي اس جي كما قلنا قبل 8 جولات توج بطل الموسم. زلاتان كيف كيف الأرقام قياسية بالجملة مع الفريق الفرنسي، هو حاليا هو الهداف متاع البطولة الفرنسية، مش يولي الهدف التاريخي للباريس سان جيرمان. المشكلة تو للبي اس جي اللي شنو باش تعمل بعد الأرقام القياسية هذه في فرنسا. المشكلة مش مشكلة البي اس جي، المشكلة مشكلة الفرق الأخرى اللي ما تنجمش تخلط على الريتم متاع البي اس جي. نعرفوا النجوم الكبيرة اللي حاليا موجودة في البارك دي برانس، نبداو من زلاتان، دي ماريا، تياغو سيلفا، برشا ملاعبية، فيراتي، معناتها لي دو غارديان، معناتها تراب والحارس الإيطالي. معناتها هذا مشكل يخلي الفرق الاخرى ما تنجمش تخلط على الريتم تاع البي اس جي. الشيء اللي يخلي بي اس جي ماهيش في اوج عطائها نجم نقولوا مع الشامبيونز ليج، اذا ما تركز حاليا نعرفوا البي اس جي نحات تشيلسي باش تلعب الانكار في الانكار بالقرعه، زاد بالقرعه باش تلعب الانكار لهنا. الحلم القطري نجم نقولوا بالمريول الفرنسي هو الشامبيونز ليج، لكن مازالت بعيده نظرا نجم نقولوا لاضعف البطوله الفرنسيه، خاصه معناتها القوانين اللي في فرنسا، معناتها برشا تاكس كي نعرفوا الملاعبيه. على ذلك الملاعبيه ما يحبذوش يلعبوا في فرنسا، لاحظوا حتى الملاعبيه الفرنسيه اللي يخرجوا يحترفوا لبرا قليل فيهم شكون يرجع يلعب في بلاده. برشا ضرائب. سينو انا العرب الكل والتوانسه الكل والجزائري والمغاربه كله بشجع بي اس جي في بالك، تعرف علاش؟ علاش؟ خاطر ما قال كي نهزوا 6 اشهر بلاش، ولا كي ما نهزوش كيفاه هو قال الناصر الخريفي قال كم نهزوهاش على البين، اي تاخذوا 6 اشهر بلاش على البين، كان يترشح يوصل ديمي فينال 6 اشهر بلاش البين سبور ان شاء الله. خويا هي باش تفلس، كان ذكر حكينا وقتها بين سبور اللي يحكي عليه بتاع فرنسا ولا بتاع هو يحكي اون برانسيب على البين الفرنسوية. ليت هاك ريسبتور وانترنت وتمشي الامور لاباس، تمشي الامور لاباس. اما قرار كيما هكا معناتها هو حب يخرج منه اليوم بطل النصر الخليفي، اما البي سبور كما ذكر كنا حكينا على عتبه الافلاس. البي سبور الفرنسويه نعاود نقولوا، مش البي سبور اللي في النيلسات، البي سبور اللي بالعربي. نرجع للفريق الفرنسي نزار، الريكور ما عملوش حتى فريق قبله، البايرن ميونخ. البايرن ميونخ تقريبا قبل 5 جولات توج لقب، كيف كيف مانشستر يونايتد قبل 4 جولات تقريبا من توج بطل. الموسم هذا البي اس جي قبل 8 جولات كامله يتوج باللقب، وكمل اون بوتي بالنجم نقول البارح بتسعة بلاش قدام تروا. الفريق مسكين تروا هو يلعب على النزول، يمكن ربحوا 9 بلاش. شو هذا لعب فيه عصام جمعه تروا؟ لا إذا يلعب فيها زيد الجزيري. زيد الجزيري يلعب فيه. يعطيك الصحة، شكرا لك معاذ. هذه الكافي سبورت، القهوة شوية خير على راديو كاب اف ام. الكلمة ليك.